بعد أن كانت حكرا على الأفارقة، جنسيات عربية من المشرق تمتطي قوارب الموت من شواطئ الجزائر. آخر عملية كانت أول أمس بعد أن أنقذ خفر السواحل 12 حراقا من جنسيات عربية بينهم عراقيون ويمنيون وفلسطينيون من الغرق بشاطئ أرزيو. عملية خفر السواحل لا تزال متواصلة بعد انتشال جثتي رعيتين فلسطينيتين بحثا عن مفقودين آخرين انقلب بهم قارب الحرقة، حسب مصادر لنوميديا تي في. بوصلة الحرقة التي غيرت وجهتها صوب جنسيات عربية تدخل الجزائر طلبا للإقامة لتخطط إلى الهجرة نحو أوروبا بمساعدة مافيا تهريب البشر، تعيد طرح استفهامات أخرى عن رغبة عناصر من الجيش الحر السوري دخول الجزائر مؤخرا قبل أن يتفطن لها الجيش، فوجدت في الاستغاثة الدولية بابا للعبور إلى الضفة الأخرى دون اللجوء إلى الجزائر.